يا صباح الخير على كل الناس اللي متابعانا، حلقة جديدة ونهارك سعيد. رابع أيام عيد الأضحى المبارك، يا رب تكونوا مستمتعين جدا بالأجازة، والقاهرة الساحرة واللي بره القاهرة برضو يكون مستمتع بالجو وبيحتفل بالعيد بشكل يا رب يكون يعني هو مبسوط كده ومنتشي. الحمد لله مفيش مشاكل يعني. صباح الفل يا دين. صباح الفل يا عايده، كل سنه وانت طيبه. ومره تانية بصبح على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ومصر دايما بخير، والوطن العربي كله بخير، وان شاء الله الايام اللي جايه تكون احلى. احنا بنتمنى ده واحنا موجودين. عارفين المشوار طويل بس احنا مكملين وقاعدين وموجودين. مورناش حاجه، انت موريش حاجه؟ موريش اي حاجه. احنا قاعدين عشان نبني بلدنا، وقاعدين كمان عشان نخلي بلدنا احسن. والظاهرة الموجودة دلوقتي ان المصريين كلهم منطلقين عشان العيد. فمصر بتعيد، اي نعم العيد مختلف السنة دي عن العيد السنة اللي فاتت، في ايجابيات وفي سلبيات، بس في نفس الوقت المصريين جامدين زي ما بيقولوا، فاحنا مكملين معاكم. عندنا فقرات كتيرة جدا النهاردة، بس خلونا دايما بنبتدي معاكم بفقرة الصحافة. ومعانا في الاستوديو محمد طلعت الهواري، الصحفي بجريدة المصري اليوم، هيكون موجود معانا النهاردة عشان نستعرض اهم عناوين الصحف الرسمية. خلونا كمان نتكلم ان الاحداث السياسيه هاديه اليومين دول الحمد لله، وناس تستمتع عيد بقى. بالاجازه عيد بقى. هنتكلم النهارده عن الرياضه والدوري المصري بشكل عام، هيكون معانا الناقد الرياضي ايهاب الخطيب. هنتكلم على احداث ماتش امبارح وماتش اول امبارح الاهلي او الزمالك. اللي بيضحكني قوي ايه، دايما قبل الماتشات بالذات الناس طبعا بتنسى ان يعني تويتر كله او فيسبوك سياسه وحاجات كده، اول ما بيجي ماتش الاهلي او الزمالك ولا الهوا ولا اي حاجه، وبحس ان احنا فعلا مش مصريين. يعني جزر القمر، احنا في جزر القمر عادي خالص. الزملكاويه والاهلاويه الموضوع بيبقى طار بجد يعني. طب لا خليكم معانا عشان احنا بنلعب الشرطه، لا ده مش عارفه ايه، خليكم الشرطه لازم تخسر بس. وبعد كده بحس والكمان المراهنات اللي قبل الماتش، الزمالك 5، لا ده مش عارفه نراهن على شيكابالا، وبعد كده في الاخر بتقلب بخناقه. بس هنتكلم طبعا عن الماتش ونتائج الدوري، بس كمان برضو عايزه كده نفكر مع بعض بصوت عالي. امبارح العشرة اللي قالوا عليهم متسللين، اللي هم بتوع الالتراس، اللي هم داخلين يتفرجوا بالعافيه علشان ما فيش جمهور، انا بس مش مصدقه انه ممكن يبقى في حد متامر واهبل بالشكل ده بصراحه. يعني انتوا داخلين خلسه ومتصورين فيديو وشفناكم كلكم وانتوا بتتسلقوا الجدار، وقاعدين في المدرج بتولعوا شماريخ. طب انتوا يعني انتوا كده مستخبيين مثلا؟ ما انا مش مصدقه برضو. ولو ده التراس يبقى عيب، او ده بصراحه في سمعه الالتراس مش حاجه ظريفه خالص. اصل كمان المفروض الماتش امبارح كان بيتلعب من غير جمهور، صح؟ هم تسللوا وعملوا شويه شغب وشماريخ. انا شاكه ان هم التراس برضو، بس هم بذكائهم واقفين بالشماريخ في وسط يعني حاجه. برافو، استحيه هايله والله. وكمان هيكون معانا فقره عن كويكب. صح يا عايده، انا قعدت احاول اتعلمها من عايده قبل بكتير. كويكب وهو تصغير كوكب، هي ظاهره بتحصل كل 30 سنه متهيألي. وهيكون معانا فيها دكتور علاء ابراهيم، استاذ مساعد علوم الفضاء بالجامعه الامريكيه، عشان الظاهره اللي ما بتحصلش من 30 سنه وهتحصل النهارده الساعه 11 وثلث. بس لازم، اللي انا قريته في الريسيرش ان احنا مش هننفع نشوفه بالعين المجرده، لازم يكون بتلسكوب. هنعرف ده تاثيره على الارض هيكون ايه، وايه الاستفاده منه من خلال فقرتنا النهارده. هيكون كمان عندنا فقره عن بنك الفقراء اللي بيتعمل اول مره في مصر، اللي موجود في التجربه دي موجوده في كذا حته في العالم، هنعرف تفاصيل اكتر عنها. وكمان هيكون معانا فقره فيها مطرب وغنى عشان عيد بقى ونحتفل والعيد فرحه بالظبط، المطرب محمد توخي. فخليكم معانا ونبتدي معاكم اولى فقراتنا بالصحافه، فخليكم معانا يلا بينا.